احنا التزمنا بالحجر وسدينا في 20/3 يعني لمده تاع 3 شهور ايوا حتى 11/6 عاد فتحنا المحلات كما كتعرفوا وكانوا عندنا خسائر من ضمنها احنا كتشوفوا قطع الملابس كتشوفوا بانه سدينا في وقت البرد وكانت عندنا سلعه ديال البرد كثيره فهمتي وكانوا خسائر فادحه زعما بكل المقاييس هذا قرار ايجابي غير هو كيخص الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم من ضمنهم الكمامه من ضمنهم التباعد الاجتماعي الحمد لله فمباشرة بعد ما ترفع الحجر الصحي على المدينة ديالنا فأننا حاولنا نرجعوا للمحلات ديالنا ولكن الإشكال اللي لقينا أنه ملي جينا حنا للمحلات ديالنا حنا سدينا في البيريود ديال شهر ثلاثة كتعرف بأنه كان هناك فصل الشتاء كانت السلعة ديال البرد اللي كانت هي اللي كنا حاطين ديك الساعة عارضينها مباشرة بعد ما حلينا جينا لقينا أننا باقي حلينا على سلعة ديال البرد يعني سكيب في دابا أننا حنا حلينا في الأوج ديال الصيف يعني كاين حرارة الناس خاصهم سلعة ديال الصيف خاص بزاف ديال الحوايج أما بالنسبة من نهار فاش حلينا فأننا وفرنا معقمات وفرنا بزاف ديال الحوايج درنا تدابير وقائية باش نكونوا حتى حنا في المستوى ونكونوا منخرطين في هذه العملية اللي خدات الدولة على العاتق ديالها وخدتها المدينة ككل ولكن الاشكال اللي كاين هو انه ما كاينش اقبال حد الساعه باقي كنعاني والناس ما كاينينش هناك ركود لا غالب وصافي لا يدير شي تاويل بخير الحمد لله على بالنسبه للقرار مزيان بالنسبه للتجار على الاقل بعد اللي بنادم تنفس وخرج يعني دوزنا وخا دوزنا الحجر الصحي شويه صعيب ولكن هذه المبادره كتبقى زوينه بزاف يعني احسن اللهم هكا بنادم كي كيروش شويه ولا وقف عاود ثاني في الدار يعني كيتيح لك خسائر بزاف يعني مزيان حنا يعني مقارنه بالمناطق الاخرين يعني حمد الله وشكرناه.